بكل وضوح المملكة العربية السعودية. بعد تطورات حرب اليمن والتهجم على المملكة العربية السعودية، هل باتت مصالح اللبنانيين في المملكة والخليج في خطر؟ لبنانيو الخليج ماذا يفعلون؟ كيف يردون؟ وماذا يقولون؟ إعادة الأمل بين لبنان والسعودية ملف يفتحه وليد عبود في حلقة خاصة بموضوعية هذا السبت الساعة 9:15 على الام تي في. كل رأي بيستحق ينسمع وكل طموح حدا يآمن فيه. البنك اللبناني الفرنسي راعي طموحاتكم بموضوعية.